المشاهدين والذين يريدون القوة والتحكم بإعدادات البحث والتمثيل المرئي للنتائج. يتميز فايبر بتقنية تحديد المواقع بعيدة المدى والتي تعد مثالية لاكتشاف الأهداف عن بعد، كما تتفوق تقنية اكتشاف المجال الأيوني الفريدة في العثور على الدفائن القديمة، وتعد تقنية الكشف الذكي الجديدة تماما مثالية للعثور على الأشياء الصغيرة بما في ذلك القطع الذهبية والعملات والمجوهرات والآثار المعدنية. كل ما سبق ذكره يجعل من جهاز فايبر من شركة ميجا ديتكشن خيارا قويا ويعتمد عليه من أجل المنقبين المحترفين حول العالم. فايبر، أنظمة البحث. نظام الكشف الذكي، نظام المسح بعيد المدى التلقائي، نظام المسح بعيد المدى اليدوي، نظام المسح بعيد المدى التحكم بالتردد، النظام الأيوني، نظام بايرو. محتويات حقيبة الجهاز: الوحدة الرئيسية، وحدة الإرسال والاستقبال المتعدد الذكي IMTU، قرص البحث PS36، قرص البحث PS28، وحدة توصيل بالقاعدة الخاصة بأقراص البحث، البطارية، الذراع العلوي، الذراع السفلي، مسند الذراع الحامل، هوائيات عدد 2، سماعات الرأس. صندوق الإكسسوارات ويتضمن برغي وصامولة الماسحة الأرضية عدد 2، حلقة للعصا البلاستيكية، براغي لحامل الذراع وحامل الجهاز، قطع غيار، محول طاقة عالمي، كابل السماعات، شاحن البطارية 220 فولت، شرح لوحة المفاتيح، 1 مفتاح التشغيل، 2 مفتاح الرجوع، 3 مفتاح الإدخال أوكي، 4 مفتاح القائمة الرئيسية، 5 مفاتيح الأسهم للتحكم بالإعدادات يمين يسار أعلى أسفل. إعدادات الجهاز: التشغيل، لتشغيل الوحدة الرئيسية فقط اضغط على زر التشغيل. إيقاف التشغيل، لإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية اضغط فقط على زر التشغيل وستظهر رسالة تأكيد إيقاف التشغيل. يتم اختيار نعم لتأكيد أو لا للإلغاء. ضبط الإعدادات، يمكنك ضبط الإعدادات باختيار خيار الإعدادات الموجودة في القائمة الرئيسية الطاقة. استخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة عند استخدام الجهاز. باستخدام هذا الخيار فإنه يمكن زيادة مدة استخدام البطارية بمقدار 50% على الأقل، ويعتمد ذلك على نظام البحث ونوع جهاز الاستشعار المتصل أي المجسات المتصلة. التاريخ والوقت، استخدم هذا الخيار لتعيين تاريخ الجهاز والوقت. أولاً، استخدم مفاتيح الأسهم لليسار أو لليمين لتحديد عنصر التاريخ والوقت، ثم اضغط OK. ثانياً، استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل للاختيار، ثم اضغط على تعيين التاريخ، ثم OK. ثالثاً، في هذه النافذة استخدم الأسهم لتحديد التاريخ الصحيح، ثم بعد تعيين كل واحد اضغط مفتاح OK للحفظ. رابعاً، بعد ضبط الإعدادات اضغط على مفتاح الرجوع. الوقت،
أولاً، أثناء وجودك في قائمة إعداد التاريخ والوقت، استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل لاختيار خيار ضبط الوقت، ثم اضغط OK للحفظ. ثانياً، في هذه النافذة استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الوقت الصحيح، ثم بعد تعيين كل حقل على حدة، اضغط مفتاح OK للحفظ. ثالثاً، بعد ضبط الإعدادات، اضغط على مفتاح الرجوع. إعدادات الأمان. لتنشيط إعدادات أمان الجهاز، يجب عليك الضغط على خيار قفل الأمان ضمن إعدادات الأمان. بعد تفعيل الخيار السابق، يمكن تعيين رمز قفل الأمان بالخيار تعيين رمز الأمان. عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، سيطلب الجهاز منك إدخال رمز الأمان، والذي تحصل عليه من موقع المصنع أو من خلال الموزع المعتمد للجهاز في بلدك. يمكن إقفال خيار قفل الأمان في الجهاز حتى لا يطلب الجهاز إدخال الرمز بعد كل تشغيل. إعادة الضبط. يمكنك استخدام هذه القائمة لإعادة ضبط إعدادات الجهاز. هناك ثلاثة أنواع من عمليات إعادة الضبط. إعادة تعيين الإعدادات. باستخدام هذا الخيار، ستعود جميع الإعدادات في الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية، لكنك ستحتفظ بالمعلومات المحفوظة في الذاكرة. إعدادة المصمم. باستخدام هذا الخيار، ستعود جميع الإعدادات في الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية المصنع، وسيتم مسح بيانات الذاكرة. مسح الذاكرة. باستخدام هذا الخيار، سيتم مسح بيانات الذاكرة. بعد تحديد خيار إعادة التعيين، ستظهر نافذة التأكيد. بالضغط على نعم في هذه النافذة، تتم إعادة التعيين. الشاشة. يمكنك التحكم في ضبط الشاشة باستخدام هذه القائمة. وضع السكون. من خلال تشغيل هذا الخيار، ستنتقل شاشة الجهاز إلى وضع السكون في حالة عدم وجود أي نشاط. سطوع الشاشة. يمكن للمستخدم التحكم في سطوع الشاشة باستخدام هذا الخيار. اللغة. تتوفر واجهة برنامج الجهاز ب12 لغة وهي: أولاً، اللغة الإنجليزية. ثانياً، الألمانية. ثالثاً، الإسبانية. رابعاً، الفرنسية. خامساً، الإيطالية. سادساً، الروسية. سابعاً، الصينية. ثامناً، التركية. تاسعاً، العبرية. عاشراً، الأردن. 11، العربية. 12، الفارسية. لتغيير اللغة، يجب على المستخدم الذهاب إلى علامة تبويب اللغة، ثم اختر تغيير اللغة باستخدام مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل، ثم اضغط OK. ثم اختر اللغة المفضلة باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار، ثم اضغط على OK. الصوت. يمكن للمستخدم التحكم في حالة صوت الجهاز باستخدام هذه القائمة. مستوى الصوت العام. استخدم هذا الخيار للتحكم في صوت الجهاز بالكامل. مستوى صوت لوحة المفاتيح. استخدم هذا الخيار للتحكم في مستوى صوت لوحة المفاتيح. مستوى صوت المسح. استخدم هذا الخيار للتحكم في مستوى صوت الصادر خلال عملية البحث. المعلومات. تتضمن هذه الشاشة جميع معلومات الجهاز. أولاً، إصدار الجهاز. ثانياً، إصدار البرنامج. ثالثاً، طراز الجهاز. رابعاً، الرقم التسلسلي. خامساً، بلد شركة المصنع. بعد الانتهاء من جميع عمليات الإعدادات، ستظهر النافذة التالية على الشاشة. نظام المسح بعيد المدى التلقائي الأوتوماتيكي. وهو نظام بحث متقدم يغطي مسافة مسح كبيرة ضمن منطقة مسح واسعة جدا ضمن المنطقة المحددة. هذا النظام يقوم بالبحث بشكل أوتوماتيكي عن الأهداف المعينة المدفونة ضمن منطقة المسح وفق الإعدادات التي يتم تعيينها مسبقا. سيؤدي ذلك إلى تقليل مساحة البحث قدر الإمكان، مما يوفر الجهد والوقت والتكلفة على المنقب. تجميع الجهاز. 1. قم بتوصيل الهوائي بالجهاز على الشكل الآتي.
ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. اثنان، قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. ثلاثة، استخدم مقبس طاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام: لبدء استخدام نظام المسح بعيد المدى التلقائي، حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي: المسافة. يمكن للجهاز البحث عن الأهداف لمسافة بعيدة تصل حتى 3000 متر، ويمكن للمستخدم تغيير قيمة المسافة بواسطة مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. العمق. ويمثل أقصى عمق سوف يقوم الجهاز بالبحث عن الأهداف عنده ضمن المجال 0 إلى 100 متر، ويمكن الاختيار من قيم محددة مسبقا باستخدام مفاتيح الأسهم. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الضبط أمسك الجهاز على الشكل الآتي، وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتا بجسمك دون تحريك، ثم قف في منطقة البحث واضغط على زر OK على لوحة المفاتيح لبدء عملية المسح. عند الضغط على زر OK على لوحة المفاتيح ستظهر الشاشة التالية، والتي تضم مؤشرا متدرجا مكونا من مستطيلات مع خط أحمر بالمنتصف، ويعتبر هذا الخط الأحمر هو المركز لعملية المسح أو الدرجة صفر، ويقوم عنده المستخدم بتوجيه الجهاز إلى الجهات الأمامية. أثناء عملية المسح يقف المستخدم في نقطة ثابتة ويقوم بتحريك الجهاز فقط من المركز إلى جهة اليمين بشكل بطيء وفقا للمؤشر بمعدل 90 درجة. عند الوصول لأقصى اليمين يبدأ المستخدم بالعودة بنفس السرعة من أقصى اليمين إلى المركز. بعد وصول المؤشر والمستخدم إلى المركز مباشرة، سيبدأ المؤشر بالذهاب إلى جهة اليسار، ويقوم المستخدم بتوجيه الجهاز أيضا إلى جهة اليسار وفقا للمؤشر أيضا بمعدل 90 درجة. عند الوصول لأقصى اليسار يبدأ المستخدم بالعودة بنفس السرعة من أقصى اليسار إلى المركز. في هذا النظام يتم تغطية 180 درجة من محيط المستخدم دون أن يتحرك من مكانه، فقط يقوم بتحريك الجهاز وفقا للمؤشرات على الشاشة. تقرير النتائج: بعد الانتهاء من البحث في المنطقة يمكن الضغط على التالي عبر الضغط على زر OK للانتقال إلى تقرير النتائج. سيساعد استخدام هذا التقرير في تحديد ما إذا كانت هذه المنطقة تحتوي على أي هدف ثمين أم لا. يمكنك رؤية أربعة أنواع من الأهداف في هذه الشاشة: ذهب، فضة، حديد، الماس. توضح النسبة المئوية لكل منها نسبة الاحتمال للهدف المكتشف، ومن خلالها يمكن معرفة طبيعة الهدف. نظام المسح بعيد المدى، التحكم بالتردد.
يعد نظام المسح بعيد المدى مع التحكم بالتردد من التقنيات الجديدة والمميزات الهامة التي تم دمجها داخل الجهاز، والتي تمكن المستخدم من تحديد القيمة الدقيقة لتردد البحث بوحدة ميجاهرتز للبحث عن نوع معين من المعدن أو هدف مصنوع من خليط معين من المعادن، وبالتالي ضمان نتائج أكثر دقة عند البحث. ويمكن للمستخدم في هذا النظام تعيين قيم وخيارات متعددة متعلقة بالبحث. تجميع الجهاز: 1. قم بتوصيل الهوائي بالجهاز على الشكل الآتي: 1. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. 2. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. 3. استخدم مقبس طاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. 1. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام: حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح أوكي. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي: نوع التربة. يمكن للمستخدم باستخدام هذا الخيار تحديد نوع تربة الأرض في المنطقة التي يريد البحث ضمنها. أنواع التربة المتاحة هي: صخرية، تربة محايدة، تربة مختلطة، معدنية، طينية، رملية، فلزات، طباشير، تربة مالحة. التردد: يمكن للمستخدم ضبط قيمة تردد البحث حسب نوع هدف معين بشكل يدوي باستخدام هذا الخيار. يتراوح نطاق قيم التردد بين 250 هرتز و 18000 هرتز. استخدم مفاتيح الأسهم لتغيير القيمة ثم اضغط OK. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة التردد بمقدار 1000 ميجا هرتز بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار 250 ميجا هرتز بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. ملاحظة: كل 1000 هرتز تعادل 1 كيلو هرتز. مثال: عند اختيار المستخدم لتردد 5000 هرتز، هذا يعني أن القيمة 5 كيلو هرتز. المسافة: يمكن للمستخدم تحديد المسافة المراد البحث ضمنها أثناء عملية البحث، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم البحث ضمن دائرة نصف قطرها هي هذه المسافة، وتبدأ هذه المسافة من 250 إلى 3000 متر. ويمكن تغيير قيمة المسافة باستخدام أزرار الأسهم يمين أو يسار والضغط على OK. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة المسافة بمقدار 250 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار 50 مترا بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. العمق: وهو قيمة أقصى عمق يمكن أن يبحث به الجهاز.
ويمكن تعيين قيمة العمق باختيار قيمة من مجموعة قيم محددة مسبقاً ضمن المجال من 0 إلى 50 متر. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة العمق بمقدار 10 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار متر واحد بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. المسح: بعد الانتهاء من تعيين الإعدادات السابقة، حدد تبويب المسح باستخدام مفاتيح الأسهم يمين ويسار، ثم اضغط على مفتاح أوكي فوق زر بدء المسح. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الضبط، أمسك الجهاز على الشكل الآتي، وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتاً بجسمك دون تحريك، ثم قف في منطقة البحث واضغط على زر أوكي على لوحة المفاتيح لبدء عملية المسح. عند الضغط على زر أوكي على لوحة المفاتيح في النافذة السابقة، ستظهر الشاشة التالية التي تتضمن العناصر التالية: البوصلة تشير إلى اتجاه الجهاز الجغرافي شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، مؤشر الهوائيات وهو مؤشر نصف دائري، الصفر بالمنتصف يعبر عن قيم زاوية ميل الهوائيات حسب الاتجاه يمين أو يسار ضمن مجال من 0 إلى 90 درجة يمين و90 درجة يسار. سهم المؤشر وهو مؤشر بلون أحمر يتحرك حسب زاوية ميل الهوائيات ويشير إلى القيمة المحددة على المؤشر نصف الدائري. أداة المحاذاة وهو مؤشر متدرج الألوان من الأعلى إلى الأسفل، ونقطة صفر بمنتصفه تعبر عن زاوية ميل الجهاز عن الأفق، والقيم الصحيحة تظهر باللون الأخضر. أثناء عملية المسح سيتحرك الهوائي إلى اليسار واليمين وفقاً للهدف المرصود. يجب على المستخدم تغيير اتجاهه بحسب اتجاه الهوائي. ستظهر كل حركة على الشاشة لتسهيل الأمر على المستخدم. يجب على المستخدم فقط اتباع حركة سهم المؤشر للحصول على الاتجاه الصحيح، مع مراعاة إبقاء الجهاز في وضع صحيح بالنسبة للأفق. نظام المسح بعيد المدى اليدوي: في نظام المسح بعيد المدى اليدوي يتم ضبط إعدادات البحث يدوياً بواسطة المستخدم وفقاً لتفضيلاته قبل بدء عملية البحث، ويمكن تخصيص العديد من الخيارات. تجميع الجهاز: واحد، قم بتوصيل الهوائي بالجهاز على الشكل الآتي. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. اثنان، قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. ثلاثة، استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز،
في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي الهدف، وهو يعبر عن نوع معدن الهدف المراد البحث عنه. يحتوي الجهاز على قائمة أهداف تتضمن فضة، بلاتينيوم، حديد، عروق الذهب، كنوز ذهبية، ذهب خام، أحجار كريمة، ألماس، نحاس، فراغات، برونز. يتم اختيار نوع الهدف باستخدام أزرار الأسهم يمين أو يسار والضغط على أوكي. المسافة. يمكن للمستخدم تحديد المسافة المراد البحث ضمنها أثناء عملية البحث، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم البحث ضمن دائرة نصف قطرها هي هذه المسافة، وتبدأ هذه المسافة من 250 إلى 3000 متر، ويمكن تغيير قيمة المسافة باستخدام أزرار الأسهم يمين أو يسار والضغط على OK. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة المسافة بمقدار 250 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل، وبمقدار 50 مترا بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. العمق، وهو قيمة أقصى عمق يمكن أن يبحث به الجهاز، ويمكن تعيين قيمة العمق باختيار قيمة من مجموعة قيم محددة مسبقاً ضمن المجال من 0 إلى 50 متر. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة العمق بمقدار 10 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار متر واحد بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. المسح. بعد الانتهاء من تعيين الإعدادات السابقة، حدد تبويب المسح باستخدام مفاتيح الأسهم يمين ويسار، ثم اضغط على مفتاح OK فوق زر بدء المسح. كيفية الاستخدام. بعد اكتمال الضبط، أمسك الجهاز على الشكل الآتي، وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتاً بجسمك دون تحريك، ثم قف في منطقة البحث واضغط على زر OK على لوحة المفاتيح لبدء عملية المسح. عند الضغط على زر OK على لوحة المفاتيح في النافذة السابقة، ستظهر الشاشة التالية التي تتضمن العناصر التالية: البوصلة تشير إلى اتجاه الجهاز الجغرافي، شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، مؤشر الهوائيات، وهو مؤشر نصف دائري، الصفر بالمنتصف يعبر عن قيم زاوية ميل الهوائيات حسب الاتجاه يمين أو يسار ضمن مجال من 0 إلى 90 درجة يمين و90 درجة يسار. سهم المؤشر، وهو مؤشر بلون أحمر يتحرك حسب زاوية ميل الهوائيات ويشير إلى القيمة المحددة على المؤشر نصف الدائري. أداة المحاذاة، وهو مؤشر متدرج الألوان من الأعلى إلى الأسفل، ونقطة صفر بمنتصفه تعبر عن زاوية ميل الجهاز عن الأفق، والقيم الصحيحة تظهر باللون الأخضر. أثناء عملية المسح سيتحرك الهوائي إلى اليسار واليمين وفقاً للهدف المرصود. يجب على المستخدم تغيير اتجاهه بحسب اتجاه الهوائيات. ستظهر كل حركة على الشاشة لتسهيل الأمر على المستخدم. يا
يجب على المستخدم فقط اتباع حركة سهم المؤشر للحصول على الاتجاه الصحيح مع مراعاة إبقاء الجهاز في وضع صحيح بالنسبة للأفق. النظام الأيوني. تم تطوير نظام البحث الأيوني وفق تقنية جديدة كلياً، وهي الأولى من نوعها في أجهزة الكشف عن المعادن، وتشكل تطوراً كبيراً عن النظام التقليدي الموجود من قبل، حيث تسمح التقنية الجديدة باكتشاف أكثر دقة للحقول الأيونية الناتجة عن الأهداف المعدنية المدفونة تحت الأرض بفضل وحدة الإرسال والاستقبال الذكية المتعددة IMTU التي تضمن استقبال الإشارات ومعالجتها بدقة، مع القدرة على التحكم في بعض إعدادات الإشارة على الشاشة لضمان نتائج دقيقة. تركيب الجهاز. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية، سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. لبدء الاستخدام، حدد النظام الأيوني من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة تضم العناصر التالية: حساسية الإشارة، وهو على شكل مؤشر دائري تتمثل قيمته بنسب مئوية. أثناء عملية البحث ووفقا لمسح المنطقة المحيطة بحثا عن الأهداف، سيقوم النظام الأيوني بإصدار صوت خاص ويمثل قدرة الهدف ويتعلق بقيمة المسافة بين المستخدم وبين الهدف. يمكن للمستخدم تغيير قيمة الحساسية في أي وقت ليتمكن من تحليل الصوت الناتج الذي تتغير شدته حسب بعد الهدف. ربح الإشارة، وهي قيمة تمثل قوة الإشارة، ويمثل على شكل مؤشر دائري أيضاً تمثل قيمته بنسب مئوية. يمكن للمستخدم التحكم في قوة الإشارة باستخدام هذا الخيار. لتعيين الجهاز لاكتشاف الأهداف الكبيرة الحجم، قم بتقليل هذه القيمة وزيادة هذه القيمة للكشف عن الأهداف الصغيرة. لاختيار وتغيير المؤشرين السابقين، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط OK. ولتغيير القيمة، استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل ومن ثم OK. كيفية الاستخدام. بعد اكتمال الضبط، تأكد من تجميع الجهاز تماماً وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي. عند استخدام هذا النظام، نضغط على زر البدء لعمل إعادة ضبط للإشارة أو ريزات. ثم نقوم بتحريك الجهاز نحو الأعلى والأسفل بشكل بطيء، أو نحو الأعلى والأسفل بنفس السرعة، مع مراعاة خفض الجهاز قليلاً باتجاه الأرض. في حالة وجود إشارة قريبة ستظهر على المؤشر الأيوني في الشاشة. يزداد المؤشر بازدياد قوة الإشارة أو بازدياد اقترابنا من الهدف. بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي متدرج، يزداد بازدياد قوة الإشارة. يظهر المؤشر باللون الأحمر في حالة وجود معادن، ويظهر المؤشر باللون الأزرق في حالة وجود فراغات. لتأكد من صحة الإشارة، نقوم بعمل ريزات، وذلك بالضغط على زر البدء لمرة واحدة، لكن بجهة مغايرة للجهة التي التقطت منها الإشارة في المرة الأولى. يتم تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة. في حال استمرت الإشارة بالظهور، هذا يعني أن الإشارة صحيحة تماما. تحذير: لا
لا يجب عمل ريزات في الجهة التي صدرت منها الإشارة، لأننا سنفقد الإشارة ويصبح الجهاز يتعامل معها على أنها مستوى طبيعي من الإشارة. نظام بايونيك. يشبه نظام البحث هذا نظام البحث الأيوني من حيث طريقة العمل والاعتماد في البحث على وحدة IMTU. لكن الاختلاف هو أنه هنا يتم التقاط الإشارات الأيونية من جسم معدني معين، على سبيل المثال من الذهب، ثم يتم توجيه البحث نحو التقاط الإشارات الأيونية المشابهة للأجسام المعدنية المدفونة تحت الأرض ضمن المنطقة المحيطة. أي أنه في نظام البحث الأيوني يكون البحث عشوائيا وحرا، ولكن في نظام بايونيك يتم توجيه البحث وفقا لنوع هدف محدد، أي وفق إشارات محددة مسبقا. تجميع الجهاز. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. استخدم مقبس طاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي حساسية الإشارة، وهو على شكل مؤشر دائري تتمثل قيمته بنسب مئوية. أثناء عملية البحث ووفقا لمسح المنطقة المحيطة بحثا عن الأهداف، سيقوم النظام الأيوني بإصدار صوت خاص ويمثل قدرة الهدف ويتعلق بقيمة المسافة بين المستخدم وبين الهدف. يمكن للمستخدم تغيير قيمة الحساسية في أي وقت ليتمكن من تحليل الصوت الناتج الذي تتغير شدته حسب بعد الهدف. ربح الإشارة، وهي قيمة تمثل قوة الإشارة، ويمثل على شكل مؤشر دائري أيضا تمثل قيمته بنسب مئوية. يمكن للمستخدم التحكم في قوة الإشارة باستخدام هذا الخيار. لتعيين الجهاز لاكتشاف الأهداف الكبيرة الحجم، قم بتقليل هذه القيمة وزيادة هذه القيمة للكشف عن الأهداف الصغيرة. لاختيار وتغيير المؤشرين السابقين، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط OK. ولتغيير القيمة استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل ومن ثم OK. مؤشر الدائري، وهو مؤشر على شكل أربعة دوائر متداخلة مختلفة القطر مع أربع دوائر صغيرة على الدائرة الثانية من الخارج. مؤشر قوة الإشارة، وهو مؤشر أفقي مكون من مستطيلات شقولية تتغير ارتفاعاتها وألوانها حسب قوة الإشارة وقرب الأهداف. كيفية الاستخدام. بعد اكتمال الضبط، تأكد من تجميع الجهاز تماماً وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي. قم بتوجيه رأس وحدة IMTU إلى جسم معدني من نوع الهدف النموذج الذي تريد العثور عليه، ثم اضغط على زر البدء في الجهاز لتعيين نوع الهدف.
عند استخدام هذا النظام نقوم بتحريك وحدة النظام الأيوني بكل الاتجاهات بشكل بطيء. في حالة وجود إشارة قريبة ستظهر على المؤشر. المؤشر في هذا النظام سيظهر بشكل ثابت في حال وجود الحقل المشابه للحقل الذي تم قياسه بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي يدل على الهدف. في حالة ظهور الإشارة يمكن التأكد بالعودة للجسم الأول وإعادة العملية مرة أخرى. ملاحظة: لا يوجد في هذا النظام عملية ريزات، وبالتالي أي نقطة نقوم بالضغط على زر البدء باتجاهها ستكون هي الحقل الجديد الذي سيتم المطابقة عليه. نظام الكشف الذكي. يعد نظام الكشف الذكي خياراً مثالياً للمنقبين للعثور على شذرات الذهب الطبيعي والأثار الصغيرة والمجوهرات والعملات المعدنية وأنواع المعادن الأخرى. تم تطويره بتقنية محسنة، وهو يتميز بقرصي البحث PS 36 و PS 28 لتقديم أفضل أداء في جميع أنواع التضاريس والتربة والقدرة على التمييز بين أنواع المعادن المختلفة. تركيب الجهاز: أولاً، قم بتجميع قرص البحث المتوافق مع الوضع الذي تريد العمل به. ثانياً، قم بإدخال الذراع السفلي باستخدام البرغي والصامولة المحددة. قم بإدخال الذراع الأوسط داخل الذراع العلوي. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. ثالثاً، ضع الجهاز على الحامل الموجود على الذراع. قم بملائمة الوحدة الرئيسية وسكة الحامل بشكل متوازي. ضع الوحدة الرئيسية في سكة الحامل حتى تسمع صوتاً من دبوس القفل. قم بفك البرغي الموجود على الحامل في عكس اتجاه عقارب الساعة. قم بملائمة الوحدة الرئيسية حسب الدرجة المفضلة وأغلق البرغي مرة أخرى. رابعاً، قم بتوصيل كابل قرص البحث بقاعدة الموصل. خامساً، قم بتوصيل البطارية بالحامل اليدوي مسند الذراع بحيث يكون مشبك البطارية في مكانه المحدد. سادساً، قم بتوصيل البطارية بالجهاز. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام: لبدء الاستخدام حدد نظام الكشف الذكي من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. عند إجراء البحث باستخدام نظام الكشف الذكي يوجد وضعان فرعيان يتوافقان مع كل قرص بحث. يمكن للمستخدم تحديد أي من هذه الخيارات للدخول لوضع البحث المناسب، مع ملاحظة أن اختيار أي من الأوضاع السابقة يتطلب وصل القرص المناسب. أولاً، وضع الكشف الأول PS 36. يستخدم قرص البحث PS 36 للكشف عن الأهداف المتوسطة والكبيرة الحجم. يعرض الجهاز شاشة تتضمن مؤشرات وأزراراً على النحو التالي: المعايرة. يمكن عمل المعايرة من خلال الضغط على زر Start. يمكن للمستخدم إجراء معايرة للأقراص قبل بدء البحث للحصول على نتائج أكثر دقة. وضع الكشف: يتم اختيار وضع الكشف عن طريق تنشيط أحد الأزرار الثلاثة المقابلة لوضع الكشف، وهي: أولاً، جميع المعادن. هو وضع الكشف العام. من خلال تفعيله يمكن للجهاز استقبال إشارات من أهداف مصنوعة من معادن حديدية وغير حديدية.
في حالة الكشف عن معدن ثمين يتم صعود الخطوط باللون الأصفر المتدرج للأحمر على يمين المؤشر. أما في حالة الكشف عن أهداف غير ثمينة يتم صعود الخطوط باللون الأزرق يسار المؤشر. يتم تمييز بين الأهداف من خلال نغمتين مختلفتين تعبر كل منها عن نوعية الهدف إذا كان ثمينا أو غير ثمين. مستوى صعود الخطوط يعبر عن قوة الإشارة المستقبلة من الهدف. ثانياً ثمين. بتفعيل وضع الكشف هذا يقوم الجهاز بتصفية الإشارات لاستقبال إشارات الأهداف المعدنية غير الحديدية فقط مثل الذهب والفضة والنحاس، مما يعني أن الجهاز يتجاهل إشارات الأهداف الغير ثمينة. ثالثاً غير ثمين. وضع الكشف هذا معاكس للوضع السابق، حيث يستقبل الجهاز إشارات من أهداف مثل الحديد ويتجاهل إشارات المعادن الأخرى. الصوت. يتم تمكين الصوت الذي يخرج من خلال السماعات الداخلية بالجهاز من خلال هذا الخيار أو عدم تفعيله، وهذا مفيد في حالة رغبة المستخدم في معرفة نوع الهدف من خلال المؤشر الرقمي دون سماع الصوت. مؤشر معرف الهدف. يعرض في وسط الدائرة رقماً يسمى معرف الهدف الرقمي المقابل لنوع معين من المعدن مثل الذهب. يوجد على جانبي الدائرة مؤشران متماثلان نصف دائريان مكونان من أشرطة يتم تلوينها تدريجياً من الأسفل إلى الأعلى وفقاً لقوة إشارة الهدف ووفقاً لوضع الكشف المحدد مسبقاً. في حالة وضع كشف جميع المعادن إذا كان الهدف ثميناً مثل الذهب، يظهر في جهة اليسار بألوان متدرجة من الأصفر إلى الأحمر. ولكن في حالة وجود هدف غير ثمين، يتم تنشيط المؤشر الأيمن فقط وتدرج اللون من الأخضر إلى الأزرق. في حالة وضع كشف المعادن الثمينة، يتم تنشيط المؤشرين معا بألوان متدرجة من الأصفر إلى الأحمر. في حالة وجود أهداف غير ثمينة في هذا الخيار، سيظهر رقم لقيمة المعدن الثمين، ولكن بدون صعود خطوط المؤشر أو سماع أصوات. في حالة وضع كشف المعادن الحديدي، يتم تنشيط المؤشرين بألوان تدريجية من الأخضر إلى الأزرق بحسب قوة الإشارة. في حالة وجود أهداف ثمينة في هذا الخيار، سيظهر رقم لقيمة المعدن غير الثمين، ولكن بدون صعود خطوط المؤشر أو سماع أصوات. عتبة الصوت. يمكن لهذا الخيار تحكم في عتبة الصوت للإشارات المستقبلة، والتي يمكن ضبطها وفقاً لتفضيل المستخدم، إما لسماع أضعف الإشارات الخافتة القادمة من أهداف صغيرة جداً، أو لتجاهلها للتركيز على سماع إشارات الأهداف ذات الحجم الأكبر. يمكن للمستخدم ضبط القيمة بين 1 و10. يتم تغيير القيم من خلال الأسهم أعلى وأسفل. 2. وضع الكشف الثنائي PS28. يستخدم PS28 للكشف عن الأهداف الصغيرة. يعرض الجهاز شاشة تتضمن مؤشرين عموديين على الجانبين ومؤشر رسومي في المنتصف. شرح هذه المؤشرات على النحو التالي. الحساسية. يحدد المؤشر العمودي الأيسر مستوى الحساسية، ويمكن للمستخدم ضبطه على 1 من 9 مستويات، وكلما زادت قيمة الحساسية ازدادت حساسية القرص لاكتشاف الأهداف الصغيرة بعمق أكبر. يتم ضبط الحساسية لأعلى مستوى ممكن، بحيث لا يتم سماع أصوات مزعجة بشكل مستمر. حد العتبة الصوتية، وهو مؤشر شاقولي على الجانب الأيمن يحدد قيمة العتبة الصوتية.
ويمكن للمستخدم ضبطها على قيم من 1 إلى 9، وكلما زادت القيمة زادت احتمالية سماع أصوات إشارات الأهداف الأصغر حجماً، والقيمة الأصغر تتطابق مع سماع صوت الأهداف الأكبر حجماً. مؤشر الإشارة هو مؤشر رسومي في منتصف الشاشة يعرض رقم معرف الهدف ومؤشرات نون FE للأهداف الثمينة، FE للأهداف غير الثمينة. بالإضافة إلى مؤشر الإشارة الرسومي الذي يعرض مجموعة من الدوائر بأقطار متزايدة من أعلى إلى الأسفل والتي تضيء بناء على قوة إشارة الهدف الذي يمر القرص فوقه، تتم المعايرة الأرضية في هذا الوضع من خلال الضغط على زر Start. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الإعداد تأكد من تجميع الجهاز بشكل كامل وصحيح. أمسك الجهاز بالطريقة التالية: قف على منطقة المسح، ابدأ بالمشي وحرك الجهاز في اتجاهات مختلفة مع وضع القرص بشكل موازين للأرض. يتم عرض التغييرات على شاشة الجهاز إذا كان هناك أي هدف محتمل. يدل الجهاز المستخدم عن وجود هدف محتمل عن طريق إصدار نغمة صوتية.